السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنى الكل يكون على خير. كيف ما ديما كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا في قناتكم ام امير كندا. نتمنى ان الفيديوهات اللي كنحط لكم ينالوا اعجابكم وتستافدوا منهم شي حاجه ولا يفوجوا عليكم بعض المرات. كيف ما شفتوا اليوم البنات، جبت لكم الدجاج، الفخض ديال الدجاج على طريقه الكنتاكي. كيف ما غادي تشوفوا معايا هنايا الدجاج ديالنا هو في البانيو، ومن بعد العطريه اللي كنستعملها انايا هي الثومه، الهريسه، لا موطارد، الخرقوم. على ذكر الخرقوم، صحاباتي ضحكوا عليا قالوا لي قلت الخرقوم صفر، ما كاينش شي خرقوم لونه اخر في الاحمر ولا بيان سيغ صفر. المهم مع الكاميرا ضروري كيكون لو تخاك. الخرقوم، سكنجبير، الملحه، البزار، زيت العود، وهاد العطريه البنات هادي ديال نورمالمون ديال الباربيكيو، غزاله. هادي هي اللي كنستعمل انا في الدجاج ديما، كناخذها من كوسكو، غزاله يا البنات. كاينه في ماكسي، كاينه في كوسكو، كاينه بارتو، مي هادي فريمون انايا في الدجاج كتعطيه واحد اللذه، واحد البنه، غزاله غزاله. هادي ديما ما كتخطانيش انا في الدجاج هادي، صغتو انا معروف الدجاج ديال كندا، ماشي بحال ديال المغرب، ماشي بنين. كيف ما درنا ليه العطريه ديالو ولا هذا كيبقى، مي هادي فاش انا وليت كنجربها الحمد لله الدجاج ولا كيتكال عندي في الدار. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه. نديرو معلقه ديال الخرقوم الصفر، معلقه ديال سكنجبير، معلقه ديال الملحه. البنات الملحه خصكم تقلوها لحقاش هذه ديجا فيها مالحه، يعني تحاولوا سيرتو الا كانت مرقه ولا هذا. بزار، لا موطار، الهريسه، والعطريه العجيبه اللي قلت لكم ديال الباربيكيو، كتعطي اللون وكتعطي فريمون واعره. زيت العود، وغادي نحكو عليهم هاد الفصوص ديال الثومه، وكنبداو نشرملو الدجاج ديالنا على الطريقه بيديك. تحاولي تدخلي العطريه لكل شيء، ومن بعد نديرهم يتبخروا البنات شويه ونكملوا الطريق. كيف ما شفتوا البنات شرملنا كيكون شبعان، عطريه بحال هكذا باش كيجي لذيذ. ومن بعد غدا نديروه يتبخر، درتو في الكسكاس ديال البرمه، وابخي غدا نحطو هنا وغدا نخليه يتبخر. كيف ما شفتوا معايا البنات، اون اتوندو الدجاج ديالنا يتبخر، غادي ندوزو نديرو غراتان، كتجي غزاله فيها الخضره مجموعه. الوليدات الا ما كانوش كياكلوا شي حاجه من هذا الشيء، المهم في غراتان ما كيتبانش ليهم، كيضطروا انهم ياكلوها. كيف ما كتشوفوا هي عندنا خمسة البيضات، عندنا بطاطا مقطعه كروات وكنقليوها، عندنا جلبانه كنسلقوها، عندنا الشيفلور مقطع كل عريشه بوحدها حتى هو مسلوق بمليحه، عندنا بصله مشلضه، عندنا فرماج، عندنا الملحه والبزار والكمون والخرقوم. شوفوا معايا كيفاش غادي نديرو. نضربوا البيض ديالنا في الكوب قبل ما نضيفوا عليه حتى حاجه، لحقاش الخضره كتكون مسلوقه كتكون شويه خاجيه، ممكن انها تعجن ليك. دابا كنزيدو العطريه على هاد البيض، معلقه ديال الملحه، شويه ديال زيت العود،
معلقه ديال البزار، معلقه ديال الكمون، معلقه ديال الخرقوم. الخرقوم باش يعطينا اللون للغراتان ديالنا. كنحكو واحد ضريس ديال الثومه، وكنخلطو كلشي قبل ما كنضيفو حتى حاجة. من بعد نضيفو البصلة، وغادا نضيفو الجلبانة، نحاولو دوك الحوايج القاصحين هما اللي نديروهم. فخوماج، من بعد نضيفو بطاطا، غادا نمزجو الكل باش العطرية توصل لكل شي. كلشي طاحوا لي النقاط. ومن بعد بحال غادي نفرشوا في الطاوه، الطاوه غادي نديروا ليها الزيت، كيف ما شفتوا معايا كنفرقوه بحال هكذا. ومن بعد كناخذوا الخليط ديالنا، نحاولوا اننا نفرقوه على كلشي. كيف ما شفتوا معايا الخضره كامله اللي كنبغيو الوليدات ياكلوها كلها موجوده في هذا الكغاطان. ودابا غادي نديروا عليها واحد، نحكوا عليها واحد شويه زعتر، فريمون كتجي لذيذه يا البنات، كتجي غزاله ما تشبعوش منها. دابا ندخلوها الفرن ديالنا. كما شفتوا معايا البنات الدجاج ديالنا ها هو واجد. باش نديروه كيف كنطاكي، كنلزمنا ثلاثة البيضات، نص كاس ديال الحليب، العطريه اللي درنا في الاول باش شرملنا الدجاج كنخليو منها شويه، الفورص، شابلور، ولا الخبز تشديه وتسخنيه وطحنيه كيف من العاده. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه. كما تشوفوا معايا ناخذ الفورص ديالي وغادي نزيدو عليه العطريه اللي درنا الاولى في الدجاج، كنخلطوها مع الفورص بحال هكذا، وغادي ناخذ البيض، غادي نزيدو عليه الحليب، وغادي نضربوه. من بعد نخلط الدجاج ديالنا وغادي نديروه في الفرن، على هذا الشكل نديروه في البيض. ومن بعد نديرو في الشابلوغ ونكملو لها الطريقة تو كنساليو الدجاج ديالنا كامل كيكون بحال هكدا. كيفما شفتو البنات دابا تسالنا الدجاج ديالنا متشرميل كامل في خطرة، وزدنا أننا نقليو الزيت يكون سخون، لحقاش الدجاج منحتاجش أنه باش يطيب، ديجا طيب جوست أنه يتقرمش. كيف ما شفتو معايا بارك عليه انه تقرمش على هذا الشكل.
فريمون كيجي لذيذ البنات، كيجي الخضار. كيف ما شفتوا معايا البنات، الدجاج ديالنا اللي على شكل الكنتاكي ها هو واجد، غزال مقرمش لذيذ، والغراتان ديالنا كتكون على هذا الشكل، فيها الخضرة يعني الوليدات ياكلوها ما غاديش يعرفوا شنو كياكلو، مادام فيها فرماج اي حاجه فيها فرماج الوليدات كياكلوها بلا ما كيسولوا شنو الداخل. نتمنى ان الفيديو البنات يعجبكم، تخليوا لي كومونتير، ديروا لي جيم، دقوا الجرس كيف ما كيقول لكم امير باش ديما يوصلكم الجديد. خليتكم في امان الله.